السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، تنتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. اليوم انا جيت معكم وغنشارك معكم هاد الغديوه ديال اليوم اللي عباره على شلاضه مغربيه بالبطاطا وكيف ما كتشوفوا معايا، وعصير بالخيار والحامض اللي كيجي من النعيش، صراحه عصير صيفي، وواحد الطبق ديال السمك بالصوص الابيض اللي كيجي هائل البنات وخفيف ورائع. تنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله حتى هو ينال الاعجاب ديالكم. اجيو معايا نشوفوا طريقه التحضير وكيفاش وجدت هذه الغديوه هذه. البنات بعد ما شفتوا معايا الغديوه وبغيت نشاركها معاكم، كيف ما شفتوا معايا فهي كتجي لذيذه، لهذا قلت علاش كتجي خفيفه، قلت علاش ما نشاركهاش مع البنات. وكيف ما كتشوفوا معايا ما فيهاش بزاف ديال المقادير، كيف ما كتشوفوا هنايا عندي هذا الحوت هذا اللي سميتو باكالاو، ما عرفتش شنو سميتو بالعربيه صراحه، هو هذا كيكون مملح، كيديروه مملح بزاف، كيجي مع لاصوص ديال المطيشه وداكشي، وكيكون بحال هكا طري، فانا هذا جبتو طري. وهنا عندي واحد الفصوص ديال الثومه، كي تشوفوا معايا انا قاسمه على جوج المقادير. هنايا عندي واحد الفصوص ديال الثومه، وهنا عندي واحد شويه ديال الدقيق، وهنا كي تشوفوا عندي الزيت، وهنايا عندي ملحه، هنا واحد شويه ديال الفلفل الاسود ولا الابزار، وهنا عندي جوج معالق ديال الطحين، وهنا عندي واحد الكاس ديال الحليب ما يعادل بحال هكاك واحد 300 مليلتر بحال هكا ديال الحليب، يعني كاس كبير، يعني قل من السيطره. المهم البنات كيف كتشوفوا معايا غادي نجيو دابا لطريقه التحضير. ودابا البنات كي تشوفوا معايا هنايا غادي دابا نشعل على البوطه، ندير البوطه كتسخن، غادي نجيب هنا غادي ندير الزيت، هانتوما البنات ما غاديش نقوي بزاف، بحالي غادي غير ندوز فيه داك الحوت ديالي وصافي. البنات اللي عارفه هذا الحوت شنو سميتو بالعربيه تقول لي. اول حاجه ما تنساونيش من لايك، واللي ما مشاركش في القناه يشارك معايا، وشكرا لكم بزاف على حسن التتبع ديالكم. اول حاجه البنات غادي نجي غادي ندير كيف ما شفتوا درت تما الزيت، غادي ندير هنا واحد شويه ديال الملحه ما غنقويش، وغادي نحاول انني باش ندوزهم هنايا في الدقيق. هنايا البنات هاد الثومه هادي هاد الثومه غادي نجيب واحد الكاس، ها الثومه كي تشوفوا معايا غنجيب هاد الكاس هذا باش غادي نبرك بيه على الثومه بحال هكا. صافي البنات دابا غنجيب واحد هذه الروج هذا، غنخليها تسلق لي واحد الشويه هنا، غير شويه ماشي بزاف، تسلق داك المذاق ديال الثومه. كما قلت لكم البنات حنايا كنقلبوا على الحاجه خفيفه، ها انتما دابا ملي الثومه ولات عندي بحال هكا غنحيدها، وغنقص واحد شويه من البوطه العافيه، وغادي ندوز هادشي في الدقيق. كتشوفو معايا كندوزو معايا جديد، صافي
غادي نخليه هنايا حتى غادي يتحمر معايا واحد الشويه وغادي نعاود نقلبو مره اخرى. كيف ما شفتوا معايا ها هو طاب، انا دوزت واحد شويه بحال هكا على هاد الجهه وعلى هاد الجهه صافي غنخليه دابا جانبا هنايا. وغادي نجي لهاد نفس المقله النيت اللي صايبت فيها غادي ندير فيها الزيت البلدي واحد جهد بحال هكا واحد شويه في جهد ما نصايبو بحال الصلصه ديال البيشاميل. غادي نجيب هاد الدقيق هذا وغنضيفو هنايا على هاد الزيت في هاد الاثناء هادي غادي نجيب هاد الحليب وغنخويه مره واحده وغنضيف واحد شويه ديال الملحه صافي البنات. وغادي نزيد واحد شويه هنايا على البوطه صافي وغادي نخلط هادشي مزيان تيتكون عندي صوص. صافي البنات دابا ملي تكون عندي هنايا صوص ديال البيشاميل غادي نجيب واحد شويه ديال الفلفل الاسود اولا البزار صافي كنضيفو هنايا. في هاد الاثناء هادي غادي نجي وغادي نعاود نطيح هاد الحوت هذا هنا هاد لاصوص هادي البنات. دابا غنخليه واحد شويه فقط يشرب هاد لاصوص هادي لانني انايا شفتو دوزتو في الاول غادي نخليه يشرب هاد لاصوص غنغطي عليه ونخليه يشرب هاد لاصوص هادي ونرجعو باش نشوفو واحد السلاطه خفيفه كيف ما قلت لكم كيف شفتو معايا في العنوان غتشوفوا اليوم غداتي اللي وجدت اليوم خفيف. يلا اجيو معايا دابا البنات انا رجعت معكم باش غادي نشارك معكم هاد السلطه مغربيه 100% كيف كتشوفوا معايا اللي غنقدمها مع الحوت. غادي ندير هنا البطاطا عندي بطاطا مسلوقه كيف كتشوفوا معايا وهنايا عندي شويه ديال البصله غير شويه ما قويتش فهاد شويه ديال البصله. وهنا البنات غادي ندير واحد شويه ديال الربيع مجفف اولا معدنوس وهنا غادي نضيف واحد شويه معلقه صغيره ديال الكمون ومعلقه صغيره ديال الملحه على حسب القياس ماشي كاع معلقه. وهنا غادي نضيف الزيت البلدي كميه وفيره البنات انا كتجي غزاله صراحه صافي. صافي البنات دابا غادي نخلط هاد السلطه هادي كيف ما شفتوا معايا كتجي البنات زوينه. انا صراحه من بين الشلايد المغربيه المفضله عندي صراحه كتعجبني بزاف. هانتوما البنات هي هادي السلطه ديالنا. غادي نخلي هاد الشيء هذا دابا غادي نتلاقاو ان شاء الله وغادي اجيو معايا باش نشوفو واحد العصير بارد ورائع البنات من الخيار كيف ما شفتوا معايا في اول الفيديو. ثاني رجعت معكم وبغيت نشارك معكم هاد العصير اللي كيجي بارد ورائع وكيف ما كنعرفوا ان في هذا الفصل هذا اللي هو فصل الصيف كيكون فيه بحال هكا الخضره الفواكه هاد الشيء هذا فعلاش ما نستغلوش ونوجدوا هنايا عصائر وحويجات كتكون بارده ديال الموسم. كيف كتشوفوا معايا البنات هنا عندي جوج خيارات وعندي هنايا حامضه وعندي هنا واحد شويه ديال الثلج وهنا عندي الماء جاتين السيطر بحال هكاك
وهنا عندي انا غادي ندير من السيترون، ممكن ديري حتى ايطرو ماشي مشكل، لانه كيجي على حسب. هنايا البنات انا غندير الماء هذا غنديرو، غادي نحاول انني ندير القياس اللي غادي نبغي. هنايا البنات عندي السكر، غادي ندير 4 المعالق ديال السكر. دابا غادي نجيو في طريقه التحضير وغادي تشوفوا معايا. اول حاجه راه عندي هذا الشيء هذا مغسول. اول حاجه غادي ندير، غادي ننقي هذا الخيار هذا اللي عندي كيف ما كتشوفوا معايا، ننقي هذا الخيار، نحيد ليه هاد الجلده نهائيا. وغاديه نحاول انني غاديه نقطعو البنات ونحيد ليه الزريعه ونقطعو مربعات. صافي البنات دابا بعد ما قطعت هاد الخيار اللي عندي، غادي نجيب هاد الحامضه هادي غندير ليها بحال هكا باش تلق لي داك الماء اللي عندها. نحاول انني نجبد منها كاع داك الماء اللي فيها داك العصير. صافي البنات دابا غادي نشطها غنقطعها بحال هكا، نجيبها هنايا وغادي نعصرها. هانتوما كتشوفوا معايا، هانتوما عصير ديال الحامضة. صافي البنات دابا غادي نجي لهنا الكاس لهنايا باش نعصر، غادي نضيف هاد الحامض هاد العصير ديال الحامض، وغادي نضيف هاد الخيار، وغادي نضيف البنات السكر 4 المعالق ديال السكر كبار، وحدة جوج ثلاثة أربعة. صافي البنات هنايا كي تتشوفوا معايا غادي نضيف الثلج، وغادي نضيف هاد الماء اللي عندي ما كنصفيه ما والو. هانتوما البنات انا قلت لكم السيترو ديال الماء، ولكن راه غادي نخويه غير اقل منه. المهم انت عينك ميزانك، جوج خيارات فيهم هذا ويسطا. صافي البنات دابا غنطحن. صافي البنات دابا بعد ما طحنتو ولا واجد عندي هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا، دابا شويه ان شاء الله وغادي نتلاقاو باش نشوفوا هاد الاطباق الصيفيه اللي وجدت معاكم، نشوفوا الطبق النهائي. صافي البنات وهذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال الغديوه الخفيفه اللي كيف ما شفتوا معايا. هذا هو الغديوه، ها هي كتشوفوا الحوت مع ديك الصلصه بيضاء، قدمتها مع شويه ديال المطيشه وفليفله، تديري اي سلطه انت بغيتي. وهنايا البنات هذه هي البطاطا اولا سلطه مغربيه اللي وجدت كيف ما شفتوا معايا، وهذا هو العصير ديالنا كيجي منعش البنات وكيجي هائل. تنتمنى هاد الغديوه هذه تنال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم هذا الفيديو ما تنسونيش من لايك، واللي ما مشاركش في القناة وأول مرة يشوف القناة ديالي كنقول لي مرحبا بك، وشاركوا معي في القناة وما تنسوش الضغط على الزر باش يوصلكم كل جديد. وشكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله.